أخبار مغربية، أخبار محلية، أخبار عالمية. العثور على جثة شخص في خنيفرة. عثرت المصالح الأمنية في خنيفرة صباح اليوم الاثنين على شخص في الخمسينات من عمره، جثة هامدة داخل منزله في حي الفتح، حيث لقي مصرعه في ظروف غامضة. ووفق المعطيات المتوفرة لليوم 24، فإن الهالك وهو في عقده الخامس عثر عليه جثة هامدة بعد انبعاث رائحة كريهة من داخل منزله، في حين يجهل إلى حدود الساعة سبب وفاته وظروف وملابسة الحادث.